شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد عبد الرحمن جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى وسعادة النائب خالد بوعنج عضو مجلس النواب في الاجتماع الثامن عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك عبر الاتصال المرئي وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مذكرة الأمانة العامة بشأن تعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ومذكره بشان تعزيز العلاقات البرلمانيه الخليجيه مع البرلمان الاوروبي كما تضمن جدول الاعمال مقترحا لعقد اجتماعات تنسيقيه في المحافل البرلمانيه الدوليه